coming with. تقريبا نعمل دي كده ونطلع بقى نحط تقريبا خلاص. لا خد اقول لك يا اسطى ايه ده، ايه ده يا قلبي، خد انت محتاج كود يا اسطى، احنا محتاجين كود يا قلب اخوك. نايس. هل زر كود هنا؟ انت بتهزر؟ اصل اكيد الكود مش هنا. شو الجن ب 19؟ ايه ده؟ I could use that shotgun. هوهو دلعني. بص ايه طيب مش شايف هو مات كده؟ بقول لك ايه حلال طلعت الشوت جن هو مات؟ مات. ولا اتبع على خير يا قلب اخوك. 2-5-5-0 حبيب قلبي اللي مدلعني واللي مظبطني فين بقى؟ ايوه يلا بينا. حبيب قلبي حبيب قلبي حبيب هارتي حبيب هارتي حبيبي 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 حبيبي. بص عندي سكينه نكتب 2-5-5-0 ثم ينفتح الباب ويقول شبيك لبيك حلمك ما بين ايديك. طب هنخطب هنا ولا ايه؟ اي دخلني بقى الجد على طول بقى بدل اللفه اللي انا بقالي ساعتين قاعد فيها دي. قرعه حمراء حلوه جدا. طق ذا دارك بليس. طيب من واضح ان كل الطرق بتشير ان احنا نخش الباب. The room was empty except for the projector. More games. Was the film a message waiting to be played? Play me. Huh? What's this, Mick? ملحوظة في اخر اللعبة هشرح لكم اللعبة كلها عشان ما حدش فاهم زي حالتي كده مش فاهمين. في ناس في لقيت حد لقيت موقع كده شرح اللعبة كلها، واحد واحد لعب اللعبة وشرح كل حاجة عنها. ففي اخر ما نخلص اخر حتة خلاص اما نخلص خلاص اللعبة هشرح لكم كل حاجة عن اللعبة. ده ايه ده؟ او احنا ايه البرابيس كتيرة في اللعبة دي ايه؟ ترى محترم عادي يلبس بسرعة. ده ألام برضه بس عامل كيرلي. إذا أنا نسيت اللي أنا قلت أرجعها أصلاً.
one who's been calling me. انت اللي كنت بتكلمني. Indeed. I'm Tom Zane. Welcome to the house of Zane. اسمه توم زين، بيقول له اهلا بك في منزل زين. زين. Diver. You look like me. How the hell? Or maybe. انت شبهي. You look like me, you handsome devil. او ممكن انت زي، او ممكن انت اللي شبهي. ايوه الشيطان الوسيم. I'm a filmmaker. There's a murder site. You're in the hotel. Let the waves of your writing carry you there. Hello? They're on to us. If anyone asks, you were never here. لو حد سأل ما تقولش ان انا، ما تقولش ان انت هنا، اللي هو انا هنا، اللي هو هو هنا. بس ما هما الاثنين واحد، ففاهم. Thomas Zane had ended our talk in what felt like a paranoid fit. I had what I needed from him. There was another murder site in the hotel to guide me further toward my escape. I would start at the entrance lobby. هننزل تحت خالص. هو على حسب ما فهمت ان اللي خرجني، اللي هيرشدني طريق الخروج حتى جنب الهوتيل. The entrance. That's it. Set it up. Start from the beginning. طيب حاجة بس ما هنا كده عايز اعملها. ينفع اشيلها؟ ينفع اشيلها. اشيلها بس دلوقتي، ثواني. ثواني بس، تجيب بس بقية المكان و نعملها تاني. حلو، سيف لينا يا زميكي. ها البوكس ده في حاجة؟ لا. ابدا كوك سيف يا ده كده كنت قاعد مستنيك. انت معاهم ها؟ بالمشية بتاعتك حاسسك جاي ايه؟ تقرفني. ماشي، واضح ان انا هعمل حاجة مهمة. أزينكي هنا. طيب أول حاجة هعملها هاجي أقف هنا. Plot board was empty again. ونعمل كده. I need the key. محتاجين 101 و 104. The end of the corridor was closed off. It felt significant. Something terrible would happen there. Final بتنجان. Plot board was empty again. What is this? The prop room had been changed from room 104 to room 225. The troop were busy building their own wicker man. حبيبي اللي بحبه اللي بعزه اللي بحبه تاني. 104. يلا 104. السلام عليكم أهل الخير. في حد هنا؟ ادي بالكتف. ما ده منطقي. في كل بيت، اي بيت، بيبقى في باب دخول حمام وباب خروج من الحمام. انت فاكر هتخرج زي ما جيت ولا ايه؟ لا يا حبيبي، في باب دخول وفي باب خروج. نستهبل. في باب مطلع بقى، فاهم؟ بتطلع انت من الشقه، انت فاهم، بتخش اوضة 104 تخرج من اوضة 225 عادي، يعني مش حاجة غريبة لحضرتك يعني. فجأة تلاقي الهوتيل بقى اتغير، تلاقي بقى بغل قد الدنيا جاي يقتلك. تبدأ تعرف ان انت ايه بقى، مهدد بالانقراض. معرفش ايه علاقة الدب ده، بس شكل هي حسسها كده. يا عم مش عايز ده، ده انت تنح يالا. ايه بقى في ما ايه ده؟ الشقة دي مش متقدمة يا جدعان. الشقة دي ما عندهاش باب دخول باب خروج.
ايه اصلا هو والله نفسي. ابلع. اصل بصراحه ما لقيتش حل غير كده. طيب 206 محتاجين المفتاح. يس it could not be opened on this side. لا يبقى احنا مش محتاجين مفتاح اصلا. الواو the ballroom would be the stage of a key scene in the play. عندكم ايه هنا يتشرب؟ عندكم سنوكولا. The plot board was empty again. ايه ده؟ ايه مروح ان في حاجة هنا اصلا ما خدتهاش؟ عارف انت ما كنتش عامل حاجة كده؟ ايه ده؟ 213 و202 15 17 ايه ده؟ 19 كيك. ما لناش اصلا مكان نحط فيه حاجة. اوكي خش من هنا. This is where they gathered before the play. This is where it began. عشان كده يا جدعان انصحكوا محدش يروح فنادق تاني. ممكن تتلخبط يا ابني بين اللي انت داخله وبين اللي انت خارجه. انا خايف عليك انت بصراحه. The plot board was empty again. Another vision. Another idea. Yes. خدنا بتاعت هانتد. The plot board was empty again. I needed a new one. طب ده نايس. ايه الفايدة من في حاجة؟ طيب ناخدها. طب انا كده هروح كل حتة رحتها قبل كده واحط الهانتد ونشوف الهانتد ده هيعمل ايه. يا لهوي جت غلط جت غلط. ايه لهوي الو ايه ده؟ هي رشيت في الماسوره. والله تقريبا والله انا ماشي في الماسوره اللي فيه. طيب كده انا عايز اروح في كل حته اعمل الهانتد. اوكي الاسود ده بس سيفت صح. يبقى الهانتد هنا فعلا. The plot board was empty again. ودي يابا الهانتد. ايه ده في اخواتي؟ هذيك كليكر؟ قول لي It's getting real, all right. I recognized my writer's room on the stage. I almost dreaded the ideas this would conjure up. ناخد بس بتاع السقف دي. اللعبة عجباني جدا. بس انا بلاقي حاجات كتيرة قدامي يعني مليون طريق ممكن اخش من هنا ممكن اخش من هنا ممكن اخش من هنا وهنا 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 بتعب بصدع عشان انا عندي زي ما قلت لكم كده عندي مشكلة ان انا اكتشف في كل مكان في كل ما الدنيا بلاقيها كبيرة قوي بروح مصدع جامد فبتعب. I had to agree with Casey. ودي بقى ذا ديفل. The plot board was empty again.
This was dark, but the story had to be dark. This is not my writing. This is Scratch mocking me. هو حضرتك اوهو صباح الخير يا قلبي ريح لها شويه يا قلبي انت فين يا قلبي خد يا قلت مني يا لهوي حاسس انا غير مرحب بيا هنا انت بتعمل ايه يا زميلي صل على النبي صل على النبي صل على النبي وايه فين الكشاف اخيرا بس خلاص شفت في اسهل من كده يا اخواتي عمر بقى ساعدهم كتير قوي فانا عمال ما افهم مين مع مين مين بيود على فين بيهيقتل مين مش هلحق ولا يكون نازل فيها تلطيش فبعيد عن التلطيش يعني اديني يابا احلى ديفل The plot board was empty again. I needed... This dragon created something terrible in the scene. But it's what the story needed. The devil's path of the staircase was created. لا انت طبعا انت اهم الله الله الجمال الله كويك سي اللي عنده مشكله يخش لي هنا ايه يا قلب انا قاعد هنا اهو ايه طول هذا انت عندك مشكله لا مين تاني انا برضو بقول انتوا كده خلاص كويك سيف اوكي اوكي وي جو تو هير اند لوك هير عند عندنا يمين وعندنا شمال بيقول لك احنا من اهل اليمين فنزعم من طريق اليمين حاسس ان المدخل من هنا الراجل كان فيه كلام 666 تقريبا لا اي هاري ولا اي حد ياخد باله من انا قلت حالا يا عيني يا جدعان ده مين عمل فيه كده؟ مين الفاجر ده؟ Scratch had been there. I could sense his presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. Let's talk about the murder victim, the lady who was killed in the climax of the play. He'd only joined the play to get to her. To murder her. Not you again. Hey, da. 108? طيب 108 فين؟ أنا شايف الأمل The dark presence had come for me. Drawn to the story I was writing as it grew darker. يا حبيب قلبي انت كنت هتتهان ناوي.
ايه بقى؟ investigation the murder site room 108. احنا عايزين نروح room 108. هاي بقى او ايه ده؟ This was the murder site. There was a record at the bottom of the bathtub. ده مين الست؟ ولا اي حاجه. Another step. Somehow I was closer to home. Closer than ever before. انا قريب جدا. في حد قريب جدا؟ The FBI agent. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. انا قربت خلاص لحد كده. Get closer to escaping. انت مصدقين ان انا اخرج؟ انت عارف كل حاجه عن الكليكر. I destroyed the dark presence with it last time. You can help. You can find it. You must find it. لازم تلاقيها. I can get it to you. I have to understand. انا مش فاهم. انت كتبت السوري دي؟ أليس في خطر، لازم أوقف السكراتش، لازم ألاقي الريترن. انيشيشن. ستوري. انت ممكن تكتب باقي الكلام. ما فهمتش. Like two planets passing in orbit. Saga Anderson was helping me. Helping me go deeper. Closer to escape. Somehow, I had to trust her. لازم اوصف فيها. Parliament Tower. I had to get back to my apartment, my study. I had to find the manuscript of return. طبعا هنرجع التاور تاني عموما يعني. هو اللي قال مش انا. انا بستنى يند اوف بارتي وبتكل على الله. اكزيت اوت. ماشي يا جدعان، كفايه كده هنا. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، مش مشتركين فاشتركوا. شكرا جدا لكم وسلام.